لقد ربحت مليون دولار. اشترك الآن وكل ما عليك فعله هو دفع 500 دولار لتتم عملية تحويل المبلغ إليك. ادفع 100 دولار وستحصل على أضعافها والعديد من الإعلانات المشابهة التي اجتاحت الشبكات العنكبوتية في جميع دول العالم. النصوص في كل مكان، فهم يفعلون المستحيل ويبدعون في الاحتيال لسرقة أموال الأشخاص بأي طريقة كانت. انتشرت ظاهرة الشركة الربحية عبر الانترنت، حيث ظهرت مواقع كثيرة في المجالات الاستثمارية تدعي أنها موثوقة وأن القائمين عليها هم خبراء في مجال التداول في الأسهم والعملات والبورصة. لكن الحقيقة خلاف ذلك، فبالإمكان أن تصبح ضحية لطموحك ورغبتك في النجاح بأسهل الطرق ودون عناء. لذلك كيف نحمي أنفسنا من تلك المواقع؟ وكيف نستطيع التأكد من مدى مصداقيتها ومن يقف خلفها؟ العديد من الأسئلة التي تتبادر إلى أذهاننا وتحتاج لإجابات لتقينا من أن نصبح ضحايا لتلك المواقع. إيش هي حقيقة هذه الجهات ولمن تتبع ومدى موثوقيتها؟ كل هذه الأسئلة اللي تجول في خاطرنا راح يشرحها لنا وجاوبنا عليها ضيفنا الأستاذ تركي فدعق، عضو جمعية الاقتصاد السعودية. يسعد مساك يا دكتور. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية وشكرا على هذه الاستضافة. نورتنا. يعطيك العافية. احنا طبعا شفت انت الموضوع كثير خطير، الإعلانات الاستثمارية الموجودة في الإنترنت يعني بشكل كبير. أول شيء هذه الإعلانات يعني لمن تتبع؟ موضوع مهم أعتقد، وأنه موضوع بدأ يدق في الفترة الأخيرة، جرس الإنذار. أحد مساوئ الانفتاح الإلكتروني، فضاءات الإنترنت وفضاءات الإلكترون، هذا الموضوع بدأ عندنا من 15 سنة أو من 10 سنوات كيف تقريبا. بدأ؟ مع انتشار الانترنت والخدمات الانترنتية في العالم أجمع، أصبح بإمكان أي مسوق لأي سلعة أنه يسوق عن السلعة التي هو يود أن يبيعها في مكان آخر أو في دولة أخرى، وبالتالي الشخص الذي يتم تسويق هذه السلعة أو هذه الخدمة عليه لا يستطيع في نفس البلد أنه يتأكد من موثوقيتها. من جانب آخر، مع انتشار الانترنت أصبح يتم الإعلان عن هذه المنتجات المالية بشكل لا يوفي المتطلبات التي وضعتها الهيئات التشريعية، ويتوجهون إلى الأشخاص البسطاء الذين يعتقدون أن هذا الاستثمار يشابه أي مشروع آخر. الخطورة في هذا الموضوع أن هنالك مآسي عديدة، هنالك قصص مؤلمة، السبب فيها أنهم تجاوبوا مع هذه الإعلانات، البعض وضع مدخراته، البعض وضعه، وبالتالي في النهاية خسر جميع هذه المدخرات. لو سألناك من خلف هذه الإعلانات، هل هي شركات؟ هل هم أفراد؟ هذه الإعلانات خلفها جهات مستفيدة، البعض منها أفراد أو البعض منها شركات أخرى مسجلة في أماكن في دول أخرى تعتبر كواحات ضريبية أو في أماكن القيود القانونية منخفضة. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، المجال هذا هو موجود، والتداول في الأسواق العالمية وفي أسواق العملات والذهب والفضة هو موجود، ولكن له ضوابط يجب أن يعيها الفرد المستثمر. كيف احنا نتعامل مع هذه الإعلانات؟ كيف يتم التعامل معها؟ لا يجب التعامل مع أي مؤسسة مالية في الخارج من دون الرجوع إلى مستشارك المصرفي أو مستشارك الاستثماري أو البنك الذي تتعامل معه محليا. هذه نقطة مهمة. الجزء الآخر أنه ليس جميع الأشخاص يعون المخاطر في التداول في الأوراق المالية المختلفة. بالضبط. وهذه نقطة مهمة أيضا، هم يعتقدون أن هذا قد يكون صندوق استثماري مشابه لأي صندوق استثماري تطرحه الشركات السعودية، لكن الأمر يختلف. هم يغرون العميل المستهدف بإمكانية تحقيق أرباح عالية بناء على مبالغ بسيطة، وبالتالي يقع في الفخ لأنه يتوقع أنه يتم تحقيق هذه الأرباح بسهولة، في النهاية هو يخسر جميع أمواله. المأساة الكبرى إن لم تكن هذه الأموال هي أمواله، إن كانت أموال أشخاص آخرين فسوف يكون مطالب بها كالعديد من القصص.
أستاذ تركي، أكيد مرت على رأسك كثير قصص من هالنوع هذا، يعني نبي نعرف المشاهدين على بعض القصص اللي مرت في حياتك وأخطرها. خلنا نقول أحد أكثر القصص إيلاما لأنها تسببت في يعني هدم أسرة شابة صغيرة. كان هذا الأمر تقريبا قبل سنة أو قبل سنتين. اتصل بي أحد الأصدقاء الكبار وقال لي أن هنالك سيدة هي وزوجها يودون أن يعرضوا عليه مشروع متعلق بالأسواق المالية. نعم. تقابلنا فوجدت سيدة هي وزوجها هم في مقتبل العمر في 24 أو 25 من إحدى مدن المملكة، يعرضون هذا الموضوع وأن هذه شركة في إحدى الأسواق العالمية الأخرى تقوم بكيت كيت كيت بجميع التفاصيل. أنا توقفت قليلا ثم سألتها سؤال: أنت كم يعني كم الفترة التي أنتم تعرفون في هذه الشركة؟ قالت أنه خلال فترة وجيزة. جاوبتها يعني هي وزوجها يعني بإجابة بسيطة ومختصرة، وقلت لهم أنتم لا تريدون أن تخسروا حياتكم، أنتم يعني أبناء وبنات ناس يعني محترمين. كيف يعني يخسرون حياتهم؟ يخسرون حياتهم إنه سوف يخسرون أموال الناس التي كانوا يحاولون أن يستثمروها. طريقتهم أولا لم تكن قانونية، ثانيا الجهة التي يتعاملون معها لم تكن موثوقة، ثالثا الأشخاص الذين يريدون أن يعرضوا هذه الاستثمارات عليهم قد يخسروا أموالهم أيضا، وقد يعني يتوهوا في إشكاليات قضائية. حذرتهم من هذا الأمر، خصوصا أنهم فتحوا يعني عملوا مؤسسة تجارية وأصبحوا يتكلمون باسم هذه المؤسسة، هي خاصة لهذه السيدة. حذرتهم من هذا الأمر وكنت أتمنى أنهم يعوا هذا التحذير. وإن شاء الله سمعوا كلامك وأصبحوا يعني صاروا عارفين وعلى بينة من تحذيراتك لهم. للأسف الشديد بعد شهرين تقريبا اتصل بي محامي لصديقي الذي كان يود أن يتعامل معهم، هو لم يتعامل معهم ولكن قال لي أنه هذه المؤسسة جمعوا أموال من أشخاص عديدين بحجة أنهم سوف يستثمروها لهم باسم هذه المؤسسة باسم السيدة. نعم. هذه هي وزوجها. يعني السيدة كانت الضحية؟ نعم، هي وزوجها، وكانوا مطالبين بسداد ما لا يقل عن 25 مليون ريال. هذه السيدة وزوجها يقبعون الآن في السجن. يعني 25 مليون هذه كيف يسددونها؟ ما يعني فعلا يعني حقيقة الواحد لما يكون ضحية وخلاص طاح في هذا الفخ كيف ممكن يتصرف بعدين؟ أعتقد أنه هل في إعفاءات ممكن تجيهم من الدولة؟ هل هذه جزئية قانونية وفيها حق خاص وفيها حق عام وتحكمها جوانب قضائية؟ نعم. لكن المؤسف والمؤلم أن السيدة عمرها 25 عاما تقريبا وزوجها تقريبا العمر. في نفس السن، فكان أمر مؤلم جدا أنهم وقعوا ضحية لهذه الشركات الوهمية في الأسواق الخارجية. لمن اتجه لهذه الإعلانات وتعرض للاحتيال، ما في أي طريقة يا أستاذ تركي أنه يقدر على الأقل يحصل على فلوسه؟ ما كان في أي طريقة؟ ما كان في أي يعني يبينون للدولة والحكومات والجهات المختصة أنه هذه شركة نصب واحتيال؟ هنالك طريقين. الجهة التي يتعامل مع هذا الشخص لديها سجل ولديها ترخيص في إحدى الدول، والمرجعية هي هذه الدولة التي موجود فيها هذا التسجيل وهذا الترخيص. إذا كانت تقع في إحدى الدول الأوروبية أو إحدى الدول التي لديها قوانين، عليه أن يتجه بالدعوة ورفع دعوة وشكوى إلى الجهة المنظمة لأعمال الأوراق المالية في هذه الدولة التي يقع فيها ترخيص هذه الشركة. هذا هو يعني قد يكون يعني الخيار القانوني المتاح. بخلاف ذلك أو إذا كانت يعني في مكان آخر أو في دولة أخرى، أعتقد أن الأمر يعني صعب جدا. هنا نعي، يجب أن يعي الجميع ويفهم الجميع أن التحذيرات التي كانت وما زالت تطلقها هيئة السوق المالية السعودية على مدى 10 سنوات، جزء منها يحذر من هذه الأمور، وجزء منها يحذر من أن ليست كل الاستثمارات صالحة لجميع الناس. نعم. البعض كان يعتقد أن هذه التحذيرات من الهيئة هي مجرد يعني 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 كلام في الهواء، لكن لو سألناك عن مشروعية أو قانونية هذه الاستثمارات، هل هي فعلا مشروعة؟ قبل أن نختم معك الفقرة نبي إجابة. قد تكون مشروعة في الجهات التي منحت ترخيص لهذه الشركات، لكن لدينا في جهات خارج المملكة بهذه الطريقة هي غير مشروعة. نعم.
أستاذ تركي فدعق، شكرا لوجودك معنا لليوم، وشكرا للمعلومات اللي أعطيتنا إياها. إن شاء الله كل اللي قاعدين يشوفون الحين يستفيدون من هذه الفقرة ويتعلمون أنهم ما يكونون ضحية ويقعون في هذا الفخ. إن شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا، كان معنا الأستاذ تركي فدعق، شكرا لوجوده معنا. فاصل قصير ونواصل. في سيدتي بعد الفاصل، جدل الترفيه يطرح المزيد من الأسئلة حول احتياج المجتمع ومعايير الأسعار.